السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. هنقدم لحضراتكم دراسة جدوى لمشروع دجاج بياض سعة 1000 فرخة وربح شهري 15000 جنيه. لكن قبل ما نتطرق لدراسة الجدوى دي الخاصة بالمشروع، فلا بد من وضع بعض الاعتبارات الأساسية أو تطبيق بعض الخطوات المبدئية للوصول إلى مشروع كامل وناجح. ومن ضمن هذه الأمور أولا خطوات اختيار دجاج المشروع البياض. طبعا كلنا عارفين أن مشروع الدجاج البياض بيكون مبني على أكثر من نظام، ولكل مربي أو مدير لمشروع دجاج بياض له أسلوب معين في تكوين المشروع من ناحية نوعية الدجاج البياض اللي سوف يتم بناء المشروع عليه، أو أعمار الدجاج اللي سوف يبدأ عليها المشروع، وجدول التحصينات اللي سوف يطبقه خلال التربية أو الأدوية التي سوف يقوم باستخدامها. فكل هذه الأمور هي أساسيات لابد من توافرها في البداية وقبل البدء في بناء مشروع دجاج البياض. أول حاجة نوعية الدجاج البياض المستخدم في المشروع. تحديد نوعية الدجاج اللي سوف يتم استخدامه في المشروع له عامل كبير جدا في الإنتاج وفي ظروف الإنتاج، وهناك سلالات مختلفة من الدجاج البياض المتواجدة في السوق، ولكل سلالة لها مميزات وعيوب، ولك أن تختار أيهما يتناسب معك من حيث النوع والكفاءة الإنتاجية للبيض، وأيضا السعر والعمر المتاح أمامك. وإحنا هنتحدث اليوم عن سلالة تعتبر من أقوى وأفضل سلالات الإنتاج للدجاج البياض، وهو دجاج اللهمان. مصدر الدجاج البياض القادم للمشروع. المصدر عامل مهم جدا ضمن عوامل الوصول إلى كفاءة إنتاجية عالية، ولا بد من توافر مصدر موثوق به حتى ولو كان الدجاج الآتي كتاكيت وحضرتك هتقوم بتربيتها، فلا بد أيضا من ضمان المصدر حتى نتفادى الأمراض الوراثية واللي من الممكن جدا إنها تؤثر على الكفاءة الإنتاجية للدجاج أثناء طرح البيض. وهناك أمراض وراثية كثيرة ومختلفة تؤثر بشكل فعال على الكفاءة الإنتاجية، ولهذا فإن مصدر الدجاج عامل مهم من الدرجة الأولى أثناء البدء في إنشاء مشروع دجاج بياض. أعمار الدجاج البياض في بداية المشروع. لحضرتك حرية الاختيار بالنسبة لأعمار الدجاج واللي سوف تبني عليه مشروعك، ولكن لو حضرتك هتقوم بشراء أعمار صغيرة وتؤهلها للبيض في المستقبل، فلا بد أن يكون متوافر عند حضرتك خبرة التحصين وأسلوب الرعاية والتأكيل والتغذية، لأن الدجاج البياض له جدول تحصين خاص به يسمى بجدول التحصين المتسلسل من عمر يوم إلى عمر 125 يوم. وعندما يصل الدجاج البياض إلى هذا العمر فاعلم أنه أتم جدول التحصين الخاص به وبدأ في تبشير البيض والإنتاج. ولهذا يفضل أثناء الشراء أن تقوم بشراء دجاج بياض من عمر 100 يوم، أي فوق الثلاث شهور، لكي تتخلص من هموم التحصين وجدول الرعاية وتستقبل القطيع على الإنتاج مباشرة. هنتكلم عن المكان الخاص بمشروع الدجاج البياض. لو حضرتك بتمتلك مكان يكفي لرعاية 1000 دجاجة لهمان بياض، فده سوف يوفر عليك بعض المصاريف من رأس مال المشروع. أما لو حضرتك لا تملك المكان فسوف نقوم بتأجير مزرعة، والمزرعة سوف يكون متوفر بها السقايات والعلافات وكل وسائل التربية اللي سوف تحتاج إليها. وإذا لم يتواجد السقايات بالمزرعة فيمكنك شراءها، وسعر السقاية الأوتوماتيك الواحدة ما بين 70 إلى 80 جنيه فقط. ونؤكد أنه لابد من شراء سقايات أوتوماتيك وليست عادية، لأن الدجاج البياض يتحرك كثيرا على عكس الدجاج الأبيض والتسمين، فإن وزن الدجاج البياض يكون خفيف بعض الشيء مما يجعله سريع الحركة، ولهذا لابد من توافر سقايات أوتوماتيك. دراسة جدوى لمشروع دجاج بياض 1000 فرخة. 1000 دجاجة بياض لهمان في 10 سقايات، سعر السقاية 80 جنيه، يعني كده احنا محتاجين 800 جنيه سقايات للألف دجاجة. كل متر مربع يتسع لعشرين فرخة، وكلما كان المكان أوسع كان أفضل أثناء التربية والإنتاج. لابد من شراء الفراخ عمر 100 يوم لتوفير بعض الأدوية والتحصينات والرعاية الصعبة في البداية، وبعد ذلك سوف تحتاج إلى تحصين واحد فقط بعد عمر 100 يوم، ويمكنك الاستعانة بتحصينه عن طريق الطبيب البيطري ليوم واحد فقط. سعر الفرخ البياض عمر 100 يوم بيكون في حدود من 45 جنيه إلى 50 جنيه، وطبعا بيختلف حسب البورصة.
عند الذهاب إلى المزرعة لشراء الدجاج، فأنا بفضل لحضرتك اختيار نوع اللهمان، ده له مميزات كثيرة جدا متوفرة به. العلف المستخدم في رعاية الدجاج البياض سعره بيكون أقل من علف التسمين، ودي ميزة في صالحك لأن علف الدجاج البياض بيكون أقل في البروتين، ويجب عليك عدم استخدام نسب بروتين عالية مع الدجاج البياض حتى لا يربي دهون في مبيض الدجاج ويؤثر ذلك على الإنتاج. سعر شكارة العلف البياض حوالي 150 جنيه كحد أقصى، وسعر شكارة العلف العادي 170 جنيه. الدجاج البياض بعد عمر 100 يوم يأكل في حدود 100 جرام علف في اليوم. الألف فرخة بيستهلكوا شكارتين علف في اليوم، يعني في حدود 300 جنيه. دلوقتي هنذكر لحضراتكم طريقة توفير العلف المستخدم في مشروع الدجاج البياض. يمكنك توفير هذا المبلغ باستخدام شكارة علف واحدة وتوفير 150 جنيه يوميا في التعريف، وده بيتم عن طريق إضافة 20 كيلو ذرة دشيش و10 كيلو ردة منبية، يعني بتكون مبلولة شوية بالماء، زائد 100 جرام خميرة، وهنا تكون التكلفة 50 جنيه زائد ثمن الشكارة، فسوف يكون التكلفة الغذائية للألف فرخة بياض في اليوم حوالي 200 جنيه فقط، زائد 100 جنيه أدوية عند اللزوم، وبذلك تصل التكلفة إلى 300 جنيه. موعد تبشير الدجاج بالبيض لمشروع الدجاج البياض. تبدأ الدجاجات بتبشير البيض على عمر 125 يوم، ويكون في هذا الوقت نسبة الانتاج من البيض حوالي 50%، والانتاج يصل الى 95% على عمر 175 يوم، وده لو ما كانش الدجاج واجه في هذه الفترة اي من الامراض او الاصابات اللي ممكن يتعرض ليها وتأثر على انتاج البيض. سعر كرتونة البيض في حدود 32 جنيه ونص، وتكون قابلة للزيادة في الاسواق، وطبعا بتختلف حسب سعر البورصة. طب دلوقتي هنتكلم عن أرباح مشروع دجاج بياض سعة 1000 فرخة. الأرباح الخاصة بالمشروع، والمفروض أن الإنتاج وصل معنا إلى 85% كحد أدنى من إنتاج الدجاج في اليوم، بالرغم من أن سلالة دجاج اللهمان بيصل إنتاجها ل 95% على عمر 175 يوم، ولكن سوف نقوم بالحسبة كحد أدنى للإنتاج وليكن 85%، وهذا يجعل عدد البيض في الإنتاج اليومي والكلي يصل إلى 850 بيضة من عدد كل 1000 دجاجة بياض. سعر البيضة في السوق حوالي جنيه، 850 بيضة يعني 850 جنيه. نقوم بخصم 300 جنيه مصاريف الغذاء والدواء، فيكون الناتج اليومي معانا 850 ناقص 300 بيساوي 500 جنيه في اليوم. 500 جنيه في اليوم صافي لمشروع دجاج بياض 1000 فرخة، ويكون الربح الدائم الشهري في حدود 15000 جنيه صافي، وده بعد الغذاء والدواء. في ملاحظة أحب أقولها لحضراتكم، إن دجاج اللهمان بيصل إلى القمة في الإنتاج، أي إنه له القدرة على الوصول بقوة إنتاج إلى 95%، ويثبت عليها فترة من الزمن، وعامل الصعود والهبوط في الإنتاج يتوقف على الظروف المحيطة والظروف الافتراضية المستقبلية، أي أن بالرغم من أن الدجاج اللهمان في هذا الوقت يكون حاصل على الجدول التحصيني وبه مناعة قوية، ولكن بعض الأمراض أثناء الإصابة تؤثر على الإنتاج زي النيوكاسل في الدجاج، وهذا الوباء سوف يقاومها الدجاج البياض، ومع الأدوية والعلاج سوف يتغلب عليه، ولكن المشكلة هتكمن في القوة الإنتاجية للبيض في أثناء فترات الإصابة. أما إذا استطعت المتابعة الجدية والرعاية الجيدة فسوف تحصل على قوة إنتاجية عالية جدا تصل ل 95% وبصورة جيدة. ده كان موضوعنا النهاردة، قدمنا لحضراتكم دراسة جدوى لمشروع دجاج بياض سعة 1000 فرخة وربح شهري 15000 جنيه. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.